مباراة مثيرة جمعت بين فريقي حسنية أكادير والنادي القنيطري، وبلغ مجموع أهدافها الخمسة، وبداية التسجيل كانت لصالح النادي القنيطري الذي تمكن من الوصول إلى شباك الحسنية في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب توفيق إجروتن. رد حسنية أكادير جاء في حدود الدقيقة 35 بواسطة اللاعب بديع أوك الذي أعاد المباراة لنقطة الصفر. كريم بركاوي منح الامتياز لفريقه بهدف منح التقدم للمضيف في الجولة الثانية، قبل أن يتمكن غزالة سوس من الحصول على ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب جلال الداودي في الدقيقة 74. ومسك ختام المواجهة كان لصالح نادي القنيطري من ضربة خطأ ناجحة كانت من تنفيذ اللاعب سمير الزكرومي في الدقيقة 84، لتنتهي المواجهة بفوز الحسنية بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ربما فريقان يعانيان نفس المآل، فريق حسنية أكادير بداية متعثرة، فريق نادي القنيطري